أهلا بكم مشاهدينا في موجز الأخبار. أفاد ناطق باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي بوصول جريحين إلى المركز منذ ليلة البارحة. وأضاف الوافي في تصريح لنبأ أن حصيلة الجرحى جراء الاشتباكات في سبها منذ اندلاعها في 4 فبراير الماضي بلغ 34 جريحا حتى 12 مارس. هذا وكان المركز قد وصله طفلة مصابة إثر سقوط قذيفة هواء قبل تحويلها للعاصمة. قال الناطق باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسماري أنهم لا يدعمون أيا من الأطراف المتصارعة في سبها. المسماري وفي مؤتمر صحفي عقده ببنغازي قال إنهم تمكنوا من تخفيف تدفق الأسلحة والأفراد إلى سبها، مضيفا أنهم سيستهدف أي قوات أجنبية بعد انقضاء مهلة 10 أيام الممنوحة لهم لمغادرة الأراضي الليبية بحسب قوله. وإلى درنا، حيث كشف المتحدث باسم غرفة عمليات عمر المختار التابعة لميليشيات الكرامة عن إيقاف العمليات العسكرية على المدينة درنا من جانبهم إلى حين التحضير لما أسماه التجهيز للمعركة بشكل أفضل. وفي تصريح لصحيفة اليوم السابع المصرية أكد المتحدث أن قواتهم هي في حالة دفاع بمواقعها وتنتظر الأوامر لدخول درنا، كما أشار إلى أن قيادة ميليشيات الكرامة تعكف حاليا على إعداد خطة جديدة لضبط المحاور والاستعداد لبدء تنفيذ عملية عسكرية. أعلن نقيب المعلمين بطرابلس أبو بكر العباني أن جل المعلمين بالمؤسسات التعليمية بالعاصمة دخلوا في إضراب مفتوح للمطالبة بتحسين مرتباتهم. العباني كشف للنبأ عدم تنفيذ عدد من المعلمين للإضراب أنه بسبب الضغوط التي مارستها وزارة التعليم عليهم حسب تعبيره. وأشار العباني إلى أنه من بين البلديات التي رفضت تنفيذ الإضراب بوسليم وسوق الجمعة وتاجوراء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.